اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. سلميه الريف في اليمن تتحول الى بارود في وجه الحوثيين. صحيفه عربيه تعلق الفشل يحاصر جريفيث من سلام شامل لليمن الى فتح طريق في الحديده. ومن أخبارنا المنوعة، امرأة بريطانية توافق على الزواج بعد مرور 40 عاما من طلب يدها. في تقرير نشرته صحيفة الأيام محاولة فيه الإجابة عن سؤال مهم يعني الجميع: من وراء عودة القاعدة في المناطق الوسطى في أبيان؟ قال التقرير إن أبيان ومناطقها الوسطى ما زالت تعيش حالة من الخوف لعدم إحلال الأمن في الوضيع والمحفد ومودية ومناطق جبلية أخرى بما فيها الأودية والشعاب التي أصبحت مسرحا لصناعة جماعة إرهابية متطرفة. ويتجه التقرير نحو الحديث عن أشخاص قال إنهم يدعمون تنظيمات إرهابية، منكرا بذلك أصل المشكلة ووجود مناطق خارج نفوذ الدولة. وقال التقرير إن وراء العناصر والجماعات الإرهابية والتنظيمات العدائية أياد تتظاهر أمام الملأ والعالم أنها تحارب هذه الجماعات، وهي بالأساس الداعم الأول والرئيسي في زرع الفوضى. وينسب التقرير معلوماته إلى ما قال أنها مصادر قبلية قالت إن حضور الدولة هو سبب عودة عناصر تنظيم القاعدة إلى أبيان، وأن وراءه قيادات عسكرية في الحكومة اليمنية. في تقرير لموقع 26 سبتمبر يؤكد على أهمية المقاومة التي تشتعل من وقت لآخر في الريف اليمني ضد ميليشيا الحوثي. عنوان الموقع: سلمية الريف في اليمن تتحول إلى بارود في وجه الحوثيين. وقال الموقع إن الريف اليمني كما كان امتدادا لفعاليات ثورة فبراير أصبح ركيزة أساسية في القتال الذي يدور في الجبهات المختلفة. ففي هذه الأيام طبقا للموقع يعيش اليمنيون انتفاضة حجور، وهي بلدات صغيرة في محافظة حجة، وهو ما يدلل على أن الريف يستطيع الانتصار بعزيمة أبنائه المتخلقين بقيام فبراير. يقول أحد ناشطي الإعلام للموقع إن الريف شكل رافدا قويا للتغيير في اليمن، وهو ما يعرف عن الريف اليمني في كل الثورات، إلا أن له في ثورة 11 من فبراير الزخم الأكبر حيث حجز مكانه وسجل تفوقه. خريف الثورات المضادة تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله المنشور في العربي الجديد. تجرجر ثورات الأنظمة العربية المضادة أقدامها صوب غد لا يبدو أن الوصول إليه سيكون سهلا عليها. تمرر أيام حكامها بصعوبة بالغة وبأفعال انتحارية يائسة بعد أن صار الأفق مسدودا وقد انكشفت قدرات المنظومات التي أدارتها، وتبين بوضوح أنها عاجزة على السير بعد اليوم التالي لافتراس أبناء مجتمعاتها باسم وأد الفتنة والمؤامرة. وما زاد من إرباك الثورات المضادة وداعميها تجدد زخم الثورات في البيئة العربية في السودان والجزائر، وحالة الاضطراب في أكثر من دولة، ما يعني بحسابات تلك الأنظمة وداعميها أن خطر الثورات ما زال مقيما بقوة في العالم العربي. ولم يكن للثورات المضادة من حوامل سوى إعلام فقد مصداقيته نتيجة انحطاط أخلاقياته وتدهور مهنيته، وقوة باطشة تتكون من جيوش لا عقيدة لديها وأجهزة أمنية متوحشة وأنظمة عربية مرعوبة من الثورات. ثمة من سيقول أن الأنظمة العربية حكمت عقودا طويلة يكمن تاريخها منذ بداية تأسيس الدولة في العالم العربي بالنهج والأدوات نفسها، فلماذا سنعتقد أنها سترحل الآن وهي في أوج قوتها فيما تبدو الشعوب في أضعف حالاتها؟ لا تلحظ هذه الحجة حقيقة أن هذه الأنظمة استطاعت الاستمرار في الحكم لأنها أسست بيئة سلطوية هائلة واعتمدت الدين والديماغوجية والإيديولوجيات لتثبيت دعائمها، وأوجدت نقابات واتحادات وروابط لافتراس المجال المدني،
كل هذه البنية تحطمت بعد ثورات الشعوب وفقدت تأثيراتها، كما أن هذه الأدوات فقدت فعاليتها. حتى في البلدان التي لم تقع فيها ثورات الشعوب ولم يبقى لأنظمة الثورات المضادة وبقية الأنظمة سوى أجهزة الأمن ووسائل الإعلام، وهي بالتأكيد غير قادرة على إخراج هذه الأنظمة من أزماتها المستفحلة. في الطرقات والأودية والجبال تقريباً أقدمت ميليشيا الحوثي على زراعة الألغام في كل مكان، وكل يوم نسمع عن ضحية جديدة. آخر الضحايا وفقاً لموقع مسند للأنباء إصابة امرأتين في انفجار لغم زرعه الحوثيون أمام منزل في الضالع. يقول الموقع: أصيبت امرأتان من سكان بلدة الحقب في محافظة الضالع إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو الحوثي قبالة منزلهما. وأوضحت المصادر أن المرأتين أصيبتا إثر انفجار أحد ألغام الحوثيين أمام باب المنزل أثناء قيامهما بتفقد المنزل وجلب بعض الأغراض إلى مكان النزوح. يشار إلى أن كثير من أهالي بلدة الحقب نزحوا من منازلهم مؤخرا بعد اعتداءات جماعة الحوثي على مدينة دمت، علما أن الجماعة زرعت الكثير من الألغام والعبوات الناسفة أمام منازل المواطنين وفي الطرقات العامة بشكل عشوائي يهدد حياة السكان لسنوات طويلة. يتحدث موقع المصدر أونلاين عن الطريق الوحيد الذي يربط تعز في عدن والذي يواجه الكثير من التحديات. يعنون الموقع: قبل أن تحل الكارثة، هيجة العبد طريق تعز الوحيد مهدد بالتوقف. يقول إنه منذ 4 أعوام أصبح طريق هيجة العبد الواقع أقصى جنوب تعز هو المنفذ الوحيد للمدينة المحاصرة منذ أغسطس 2015، وكان طريق إمداد المدنيين بالغذاء والدواء، وبسبب الحفريات وضيق الطريق فإن المرور عبرها يتوقف بشكل متكرر، إذ تعجز المركبات عن اجتياز التعرجات الوعرة، وتوقف طابور طويل من السيارات بانتظار فتح الطريق يبدو مشهد مألوف. يفيد المصدر أونلاين أن الحكومة وقبل عام وعدت بإصلاح الطريق، وقبل شهر جدد رئيس الحكومة معين عبد الملك الوعد بصيانة الطريق، لكن حتى الآن لم يبدأ العمل فيها. مدير الأشغال العامة والطرق في محافظة تعز عبد الحكيم الشميري قال للمصدر أونلاين إن صندوق صيانة الطرقات بدأ العمل قبل أيام بمسح طريق يمر عبر نقيل صحا كبديل مؤقت عن طريق هيجة العبد، ويضيف: حين يكتمل العمل خلال الأيام القادمة وتصبح المركبات والشاحنة تمر عبر الطريق الجديد، سيشرع صندوق صيانة الطرقات بإصلاح طريق هيجة العبد كونه لا يصلح صيانة الطريق والمركبات والشاحنات تمر عبره. عن طرق التفاوض مع الغرب وجدوى التفاهم معهم وفهم طريقة تفكيرهم، كتب أسعد أبو خليل مقاله المنشور في الأخبار اللبنانية، مضيفا في فقرات من المقال: إن مقولة أن التفاوض مع الغرب يحتاج إلى أشخاص درسوا وعاشوا في الغرب أثبتت بطلانها في مسار المفاوضات العربية مع الغرب على مر العقود. لقد اختار ياسر عرفات ومحمود عباس أفراداً تخرجوا من جامعات الغرب وقربوهم من سلطة صنع القرار من أجل تحقيق المزيد من المكاسب في المفاوضات ومن أجل فهم عقلية الغرب، لكن الذين انتزعوا من الغرب تنازلات في التاريخ المعاصر كانوا الأقل تأثيراً وانبهاراً به، مثل جمال عبد الناصر وصدام حسين في الثمانينيات، أو ثوار فيتنام الأبطال خريجو جامعات الغرب في مسار مفاوضات مصر والسلطة الفلسطينية أو الأردن أو السعودية، هم الأكثر رغبة في نيل إعجاب الغرب والأقل حرصا على التمسك بثوابت سياسية كانت حركة التحرر الوطني الفلسطيني أكثر استقلالية قبل أن تدخل في مفاوضات تنازلية مع دول الغرب. تتردد تساؤلات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا من قبل خبراء في السياسة الخارجية عن سبب عداء ترامب الشديد لإيران ووده الشديد نحو كوريا الشمالية. السبب في ذلك أن حاكم كوريا الشمالية تودد بدوره لترامب ودخل معه في مفاوضات بدأت سرية وتحولت إلى مفاوضات علنية. إيران لم تبدأ بالمفاوضات السرية مع ترامب بعد، ولم يتودد حكامها في العلن لترامب. ومن المعروف أن أمريكا تحتفظ تاريخياً بخط مفاوضات سري مع كل أعدائها. كانت المخابرات الأمريكية مثلاً صلة وصل بين الحكومة الأمريكية
الأمريكية وبين منظمة التحرير الفلسطينية، فيما كان القانون الأمريكي يحرم أي تواصل بين أي مسؤول أمريكي وأي مسؤول أو عضو في منظمة التحرير كأنه كانت هناك عضوية في المنظمة. تعنون صحيفة العرب الجديد في إحدى صفحاتها بما يتعلق بالشأن السياسي وجهود السلام: الفشل يحاصر جريفيث، من سلام شامل لليمن إلى فتح طريق في الحديدة. تقول الصحيفة إنه بات معتادا أن تهبط طائرة المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث بصورة شبه أسبوعية في صنعاء لعقد لقاءات مع قيادات جماعة الحوثيين، لكنها على ما يبدو تدور فيما يشبه حلقة مفرغة في إطار محاولاته قطع خطوة واحدة إلى الأمام باتفاق الحديدة المتعثر تنفيذه حتى اليوم على نحو تتراجع معه يوما بعد يوم الآمال المعقودة على الأمم المتحدة برعاية حل يمني شامل ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات. وتستغرق زيارات جريفيث إلى صنعاء وأخيرها الثلاثاء الفائت ما يزيد عن 48 ساعة أسبوعيا في الغالب، وقد انتهت اجتماعات هذه المرة كما أغلب الاجتماعات التي عقدت في الشهرين الأخيرين من دون أن يخرج مبعوث الأمم المتحدة بنتائج مثمرة تطبق على أرض الواقع فيما يتعلق باتفاق السويد. وقال تقرير العرب الجديد إن الجهود تراجعت من الآمال العريضة بتنفيذ الاتفاق إلى مفاوضات وبيانات دولية تهدف إلى فتح ممر إنساني يسمح بوصول فرق الأمم المتحدة إلى مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شركة مطاحن البحر الأحمر. وبالإضافة إلى التعثر الذي يواجه العملية السياسية بقيادة جريفيث فيما يتعلق بتحويل اتفاق السويد من حبر على ورق إلى خطوات على أرض الواقع، يواجه المبعوث الأممي أزمة إضافية مع مسؤولي الشرعية الذين بات العديد منهم ينظرون إليه كوسيط غير محايد. يروي أحدهم أن الحوثيين اعتقلوا أحد اليهود من أبناء مدينة عمران اليمنية وأودعوه السجن إلى جانب معتقلين آخرين من حزب الإصلاح، وبعد مرور أيام قال السجان لليهودي: أسلم وسوف نفرج عنك. فرد اليهودي: أفرج عن المسلمين أولا. بهذا الاستهلال افتتحت صحيفة عربية تقريرها عن واحدة من طرق اليمنيين في مواجهة الميليشيا، وعنونت صحيفة الاستقلال: الفن الساخر في اليمن، ما دوره في تشكيل وعي العامة؟ تقول الصحيفة: في اليمن برز الفن الساخر ورافق الثورة الشبابية السلمية، وكان ضمن أجندة شباب الثورة في ساحات الاعتصام، واتخذ أشكالا عديدة منها التندر والمحاكاة والتمثيل والمجاراة، كما ظهرت برامج تلفزيونية عدة تضمنت هذا النوع من الفن. يقول الأديب الناقد الدكتور عبد الرحمن قحطان: إن اتساع فضاءات الأدب الساخر في اليمن اليوم يأتي بسبب توالي الأحداث وخروج النقد السياسي من دوائر الممنوع والمحظور. ويضيف قحطان: الأدب الساخر يندرج تحت لافتة الكوميديا السوداء التي تعكس الأوجاع السياسية والاجتماعية في لغة تبدو طريفة ومحايدة، لكنها في حقيقة الأمر متمردة وتحمل من قيم الرفض الشيء الكثير. من جانبه يقول محمد الربع وهو أحد مقدمي البرامج الساخرة، يقول إن النكتة السياسية صناعة تختصر رسالة طويلة في أحرف بسيطة قادرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع سواء كانت مجتمعات النخبة أو فئات البسطاء. وعن قياس أثر الفن الساخر على العامة يقول الربع: نقدم الفن الساخر ونتناول القضايا السياسية والاجتماعية وحتى الدينية، ولدينا طريقتنا في قياس تأثير النكتة السياسية. أما ما يتداول الناس لجمل وعبارات مبتكرة على نحو واسع أو قياس حجم التفاعل وردود الأفعال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. داهم مجموعة من الجنود الإسرائيليين منزلا فلسطينيا وأخذوا يضربون رجلا أعمى بلا سبب. وقد زار الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي أسرة الأعمى الذي ضربه جنود الاحتلال وكتب مقالا عن تلك الأسرة، أعادت صحيفة الغد نشره. مستلق على الأريكة في غرفة الضيوف وملتصق بجانب مدفأة الغاز يحاول أن يتدفأ، عندما وصلنا إليه هذا الأسبوع كان قد عاد للتو من المشفى وكان متعبا من عملية غسل الكلى. يتلقى العلاج 3 مرات في الأسبوع منذ 11 سنة، حيث توقفت كليته عن العمل، وقبل ذلك بدأ بفقدان البصر، وفي السنوات الأخيرة أصبح أعمى تماما. هو يعاني أيضا من مرض السكر وقد تم بتر قدميه في السنوات الأخيرة. يبدو شخصاً محطماً،
وجهه بلون رمادي وأصفر من أثر غسل الكلاب، مستلق في صالون بيته ويتحرك بصعوبة. هذا الشخص هو منذر مسهر، الشخص المريض ابن 47 عاماً. في الأسبوع الماضي اقتحم جنود الجيش بيته فجراً وضربوه في السرير بلا رحمة، مع تحذير الجيران لهم بأنه مريض جداً. امتلأ وجهه بالدم الذي كان ينزف من أنفه. الأطفال قالوا أنه كلما تذكروا رعب تلك الليلة يغرقون في الخوف. حاول منذر التلويح بيده في الظلام للدفاع عن وجهه لكن دون جدوى. حاولت الزوجة أن تشرح لهم بأن زوجها أعمى ومريض ولكن دون فائدة، فلم يصدقوها. يقول منذر أن أقسى شيء يمكن أن يواجهه شخص أعمى هو أنه لا يعرف من الذي يضربه. بعد حوالي 43 سنة من الانتظار وتعرضه للرفض أكثر من مرة، تمكن سعيد الحظ جونسون من الحصول على موافقة محبوبته على الزواج. الزوجان احتفلا بزفافهما، فيما أكد الزوج أنه يشعر بالكثير من الحب. فما قصة هذا الثنائي الذي تابعت قصتهما موقع الدي دبليو؟ عنوان: بعد انتظار دام لأكثر من 40 عاما حققت حلمه بالزواج منها. وبحسب الموقع فإن جونسون التقى حبيبته يونغ في العام 1972 ووقعا في غرام بعضهما البعض، وعمل سويا في عمل خاص بهما في كل من ويلز ومالطا، وذلك من أجل ألا يفترقا عن بعضهما أبدا. ولطيلة 43 سنة كان جونسون يطلب من يونغ في كل سنة أن توافق على الزواج به، لكنها كانت ترفض في كل مرة. وقد قررت أخيرا تغيير موقفها، فقد بادرت هي بنفسها إلى طلب الزواج منه، فيما لم يتردد جونسون في قبول الزواج من حبيبته. يقول الرجل: كنت أقع من السرير من شدة السعادة، فكنت أسألها طيلة هذا الوقت أن تتزوج مني، وهي الآن تطلب مني الزواج. لقد قلت بالطبع أقبل الزواج منك. تعاني باولينا يونغ من حالة عصبية نادرة يطلق عليها تينكس القشري، إذ يزورها جونسون كل 14 يوما قادما من مالطا، وذلك بعد أن عادت يونغ إلى بريطانيا بسبب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. في النهاية استطاعت رؤية تدهور صحتها. كان الأمر في البداية بطيئا لكن أصبح فيما بعد أكثر وضوحا. ورغم حالة يونغ الصحية الصعبة إلا أن ذلك لم يحل دون زواجها قبل أيام من جونز، الذي عبر عن سعادته البالغة بذلك. جولة تحت الماء من صحيفة الجارديا البريطانية، والتي نشرت عددا من الصور فائقة الدقة والجمال، نتابعها. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما سنعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتير والصور نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، في أمان الله.